تعتبر النفال الحية والسرمدية للمرأة السورية. هذه الملكة السورية التي جمعت بين الجمال والرأي والحكمة والعقل وحدة النظر وشدة البأس، حيث كانت ثقافتها تتجاوز حدود مملكتها تدمر. دائما نحن بنقول انه المرأة السورية بتتمتع بحقوقها بموجب الدستور والقانون. الشيء اللي نحن عم نحاول انه نشتغل عليه هو المزيد من تمكين المرأة لتكون قادرة على تفعيل هذا الدور وأدائه ضمن المجتمع، وبالتالي النهوض بالمجتمع بكل مكوناته. المرأة دائما هي المستهدف في اي حرب، المستهدف دائما في الحروب والأزمات والكوارث اكثر ما تستهدف المرأة والأطفال، وبالتالي نحن مدعوون اليوم لبناء عقل المرأة من جديد وتكوين فكر لدى المرأة يمكنها من صناعة وطن بكل معنى الكلمة.